يوم أنا من وقعت سيارة انهزمت. يما شو ولك؟ خليت السيارة تنام على صدر الزلمة وشردت؟ شلون ولك يا مفخم؟ خايف خاف الزلمة مات. لتشو مو هو قال لي؟ هو قال لك نزل السيارة علي؟ يما هو قال لي نزل الجك ونزلته وانهبت. ولك شلون قال لك نزل السيارة علي؟ قابلت سودان؟ اي غير هو، انا مش بدريني. وهسه صار بالزلمة؟ ها؟ اخذوه بالاسعاف. وانت شردت؟ لا شو اسوي؟ ما تقول لي انا شو اسوي؟ رب وسترك، شلون بي يومية تجينا مصيبة من عزل عزاك، ولك هسه اذا سمع ابوك شو يصير بي؟ شلون بينا يما شلون؟ محمود انت ما سمعت الناس ايش قالوا؟ انا سمعت واحد قال صاحبي بيتر شباب مات. مات؟ يبوه على عمري، يبوه الزلمة مات. كافي تخافوا مني، كافي. يوم يمكن جوي، انا راح اصعد للسطح. يسوي هالحظ وجونا الشرطة؟ خلي اشوفه. شو تريد انت خمطت قلوبنا؟ شو تريد؟ خالت طيارة مالت وقعت فوق السطح مالتكم، بس خلنا اجيبها انا واجي. تجيبها وتجي؟ يلا ولي 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 يا طيارة، احنا بيا حلو يدور طيارة. عمه هاتش تحكي ويا حمد، انا دا ارجف. الله يخليك هاتش تحكي. الو هاي يما، هاي يما، اي يما، ها اي اي ها، انا خبرتك، انا خبرتك حتى احكي لك على هذا اخوك حمود. اي سوى يوم هسه احكي لك عليه سوى، اذا اريد اي هسه 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 احكي لك. يما الله يخليك على كيفك، يخليني افتهم. شبيه حمود؟ شلون قالب السيارة على الفيتر ومارده؟ يعني ماكو من ورا حمود غير بس المشاكل. شنو هو؟ يعني احتمال الفيتر مات؟ لا يمه هيك، بس انا جاي اقول لك ترى احنا خايفين. اي خايفين من هذا الوليد صاحب الفيتر. شي اكو غيره؟ خاف مات وهلا يهدون علينا. اي قابل هي حرب البسوس. استغفر الله يا يمه، يعني هذا حمود الدماغ سز وين ما يشتغل يسوي لنا مصيبه. ها خل اشوف دربي. اي احتمال اجي. مع السلامه. الله يعني. ها شبيك اليوم يا مباي؟ حمود مسوي لنا مصيبه. هاي يعني مو جديده عليه، هالمره شو مسوي؟ الفيتر نايم جوا السيارة، وهذا حمود منزل الجك بالغلط عليه، واحتمال مات الفيتر. ها شلوني؟ أكمل بالله أكمل. اسمع هاي لعب بالك، تآمن للوقت بملوك قبلك غدر، والطير كل ما علا لازم يرد للشجر، ولو تكبر على الشجر شامال غير النقر. الو هاي يوم، شلون يوم؟ صوتك زي يتقطع شوي، تحركي. شبيه حمود؟ ها وقع السياره اللي خلفتهم؟ وين وقعها؟ على الفيتر؟ ها ومات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وصار أنا لازم أروح لأن أخويا مسوي حادث. يلا مع السلامة. الله وياك.
سعاد يا هلا، اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي. اشو وصال ماكو؟ وصال عنده محاضرات، بس قلت شوي اجي احكي وياك. اي اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي حبيبتي. هلا بيك حبيبتي، شو تشربين؟ شاي بارد؟ لا خاله كل شيء ما اريد، عندي حكايه وياك اقول لك اياها واروح. اي ام احكي واني اسمعك. خاله وصال زميلتي واني كلش احبها، يعني بس مع الاسف ما جات تسمع النصيحه. اي فهميني بنتي، صار شيء جديد؟ خاله تذكرين مره اجيتك وقلت لك على هذا الولد الفقر والعايش بالدين وكل الطلاب يطلبوه؟ هو هذا خاله، بنتك بعدها على علاقه بي وتقول انا احبه واريد اتزوجه، ما يهمني الفقر، وما قاعد تسمع كلامي. يعني الولد ما له لا مستقبل ولا شيء، وبنتك مصره عليه. بس فدوى اروح لك خاله، ما اريد احد يعرف بجيتي الك. انا كل يعني مصلحتي انه اريد انقذ وصال من هذا الوحل. انت متاكده يمه سعاد؟ لا عاد شلون؟ خاله اني اجيت لان اريد انقذها الوصال واحبها. المهم خاله اني اترخص. الو، ها حبيبي طارق، شلون وبعدين شلون تريدني ما ادير بال طارق؟ واني ما اعرف شكو ماكو من ورا مخابره والدتك. اي صار، بس الله يخليك دير بالك على نفسك وطمني عليك اقلها حتى ما ظل قلقه. ها وصال، دع القلق وابتسم للحياه، هذا هو الشعار الحلو. يا معوده تفكيها ما صار شيء، وداعتك ما تضيق الا تفرج. تخيه مثل النفاخه، تنترسهم 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 وبعدين الطب. اقول ايش تردين عليك؟ شوف ايش بعملنا، نشوف راح نودعها. الله، راح نصرفها ولو قلبي ما ينطيني نصرفها. ليش يا ابن؟ لك هاي ثمره تعبنا وجهدنا، لك هاي الدولار بس تن شوي خلي الزمه فدوى لعمرك. هاك اسمع شوف. على كيفك على كيفك على كيفك. الورقه 100 دولار. الوداع ايها الورقه، الوداع. لكن هاي السيارة المن؟ اخي هاي السيارة المن؟ عيني مو سيارتي. لعد مالت من؟ ما تعرف الوقوف ممنوع هنا؟ اخويا نزلوا منها اثنين وباعوا على المحل وراحوا بهذا الاتجاه. هلا اكو سيارة يشتبه بها واقفة مكان ممنوع، حول. من عندي 100 دولار. لك لا تستحي، مو حرام عليك، اشو تجيبها؟ اشو تجيبها؟ هاك اخوي. رحم الله والديك. رمضان 100 دولار. هاي ما تعبنا، هاي فلوس حلال. لك ليش؟ حل حل. ليش؟ حل حل حل. ممكن عندي شغله وياه؟ ايش عندك؟ اردبوشه. يلا. انا كلش احبك، هاي ركضتني صار لي هاي مراكب. حبيبي. حبيبي كافي كافي، امشي. يلا امشي امشي امشي.
لك هسه خابر على خوافك، لازم يجون يوقفون وياكم بهاي الشده شلون؟ هتخابر على ولد هويدر على اساس الخبر على ولد عتر بن شداد. يو دهر فرق عفية هويدر ما يخلص من لسانك حتى بالشدايد. يلا امشي امشي خفوت هالشوك. ايش بيك؟ اقول لك هسه لازم نصرفها ونخلص من عندها. ها؟ اي صحيح نصرفها على مود ما تنباك مرت الثانية. وش نسوي؟ شو نسوي؟ ورا ما نصرفها نخلي قسم يمك وقسم يمي. ليش عيني مو كلها يمي؟ ها؟ اي صحيح على مود اذا نباك ما تنباك كل الفلوس. صحيح عفية رمضان. شلوني؟ شلوني؟ اعطيني بوسه. بوسني بوسني. يلا يلا خلينا ندور محل امشي. هاي سايرة خير. الله يسعدك عمي. السلام عليكم. اهلا وسهلا تفضلوا. قل لي يا عمي بيش اليوم؟ تشتري تبيع؟ لا اصرف ورق. 120,000. هي يصير شويه تبعبح لنا اياها يعني تشمنا ترى كلش حدايق. اخويا هو هذا سعر السوق. يلا عمي صرفها. اخويا هذه مزوره الورق. شنو؟ مزور. قول غير معول. اخويا هذه الورقه مالتك مزوره والافضل ان تضمها لان اذا لزموك راح يحجزوك. امشي لك امشي امشي. يعني معقوله هذا بقاط ورباط نصب علينا؟ معقوله؟ شلون؟ وضحك علينا عيد؟ مو معقوله. لا بس لو ماكلين شوية من الحلويات. لا تبكي يا حبيب العمر لا تبكي. عندك 10 بين ما صرف؟ هيا بنا. هاي الدنيا يراد لها ركضة. شوف أني أشتغل من الصبح لليل هم سايق تاكسي وهم جابي مال قطار. إيه يعني تيتي رحم الله والديك. هاي تيتي مو كل واحد يعرفها. الو ها ها طارق طارق. اي طب ماكو شيء؟ ها زين زين زين. مو انا عندي راكب هسه اوصله قريب بيت عمك. قلت انزل شويه اسلم عليه. زين 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 انتظرك. التهم راح تجي. يلا 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 مع السلامه. شوف رمضان انت مو كل شيء صغير ذبح براسي. زين انت اللي شلت الرجال وانت طلعت انت فلوس. اريد ابرد قلبي راح اموت لك راح اموت. هو احنا شو نسوي؟ الرزق يجي يمحقنا ويطير. عفية دنيا كلها تمشي بالعكس كلها بالعكس. اقول لك امشي خلينا نروح نشوف السياره عندنا مفتحه. وين صارت هاي؟ امشي. ليش تباعون علي هالشكل؟ ليش تباعون على هالشكل؟ شنو انا اللي عداوي البيترجي؟ هو البيترجي قال لي نزلتك انا همك نزلتك انهبت السياره وانهزمت. ولك شلون تنهزم؟ هسه يقولون اريد يتخلص من الفيتر وانهزم. شلون تخلص منه؟ اصلا هو البيترجي واحد طيب. زين هسه فهمنا شلون راح نعرف حاله هذا صاحب الفيترجي؟ عديل ميت؟ انا قبل ما نهزم سمعت واحد صح الفيتر مات الفيتر مات وانا كان نهزم. يمه يمه عزر عزاني يمه رحنا يمه فد وغديلكم لا تطلعون يمه قعدوا هنا انا بالبيت يمه وابوكم وسواد وجهي يمه يمه شلون راح يتحمل هاي المصيبه يمه. رمضان السيارة وين؟ احنا مو عفنا هنا. اي عفنا هنا انا. يا ماي سيارة بعد وين السيارة؟ وين السيارة؟ وين السيارة؟ يا رجل مالي علاقة، انت المسؤول عن السيارة، انا السكن، سيارة خالي، هاي برقبتك. هسه شلون نبقى واقفين؟ لا نبقى قاعدين. امشي خلي الرجال ابو سيارة امشي. الله يساعدك عمي. هلا عمي.
عمي احنا جينا نصرف يمك الفلوس. مو انت اللي ذبيت السياره وانهزمتوا؟ لا انهزمنا. عمي لا لا يعني هزمنا احنا عمي ناس على باب الله قاعد نصرف يمك الفلوس وجا واحد ابن حرام باقي الورقه وراح واحنا ركبنا برا. عمي سيارتكم انحجزت يم الشرطه وهذا الحكي يحكوه لهم. لا ست رمضان امشي عد خل لحق خل لحق. مرحبا ماما. وصال؟ نعم ماما. ليش تغشيني؟ اغشك؟ بيش غشيتك؟ ليش ماشية بدرب يخوف وما تعرفين لي وين نهايته؟ سألي قولي دلوني علموني ماشية ورا واحد ما تعرفين لي وين راح يوصلك؟ بوما ماما هذا الحكي من جايبته؟ عرفت ماكو شي يبقى مضمون. اسمعي إذا ما تقطعين علاقتك ويا هذا اللي خلته ببالك أمنعك من روحه للكلية. ماما من اللي خلته ببالي؟ بعدين احنا طلاب واخوان وزملاء بمرحلة وحدة وعلاقتي ويا الكل متساوية وهذا الكلام ما له أي صحة. ديري بالك وصال لا تتصورين أني ما متابعتك ترى أني وراك وراك وأعرف كل شي عنك. ماما يجوز أن نقلك الخبر واحد لو وحدة عنده فت خلاف وياي أو عدها فت خلاف وياي وحبة تتخرب بيني وبينك. اطمئني ماما أنا محافظة على نفسي لا تخافين علي. فهموني ايش بيكم؟ صاير شيء؟ لا بابا ماكو شيء. فهمني. لا يا بابا ايش بيك؟ ماكو شيء. شلون ماكو شيء؟ انتم ما قعدتوا حتى ببيت عمكم. يعني هو الحقيقة بابا يعني شغلة هيجي بسيطة. شنو هي؟ قول. بابا مو حمود. ايش بيه حمود؟ انتم مبين عليكم زواج وكمش. ما اسمح لك، شنو الحكي هذا؟ ارجوك اخي احترم. انتم خلي بتدوا بها احترام، شو احترم؟ اكو واحد ياخذ فلوس مزوره غير يشيكها، مي صرفها موجوده بالشارع. اشيكها، اوقف السياره، اصرفها او صاحبها موجود. مو انا شفت الورقه وفحصتها. بياسم ما عرف فحصتها، وشلون دكتور عادته؟ خويا هسه ودينا للمركز خلي نشوف سيارتنا. وشوف قول شو الشرطه يوم انا ما ادري الشرطه يوم بسوي لي شهر يوم يوم ولا ولا شجر يا خايب اسم الله يوم اروح لسلطة حمام حتى اذب نفسي وامتحن. خايب يما على كيفك ولا كنت اللي تروحك يا ولك ايش بك خايب خلنا نفتهم يا وجيب ماخذ واخذي لك تروح شوفوا ياها هذا اللي قاعد يديك. تفضلي عيني. بالله مو عيب عليكم حاطين هذا الزغير بعقلكم ما تنطونا طيارته. وهاي طيارة عيني اللي احنا ماخذيها من ابنك قابل طيارة ميراج طيارة مال ورق ويمكن هذا منكم حمود هو ماخذ طيارته. حمود مريض ونايم ذاك بالفراش. هاي طيارة اللي ياخذها حمود من ابنك وين وين الطيارات؟ لا تخليه يصعد للسطح ويشوف طيارته ترى ما اتحرك منها اذا ما تنطونا الطيارة. هسه انا قدامك ما صعد الكروة اذا ما اقرا الوجوه زين. اعرف الحافي ان المليان. واحنا هسه شلون شفتنا حضره السائق؟ انتم عن نيادكم مساكين والمسكين بيعيش بهالدنيا اليوم والدنيا راد لها نياب حاده وفراسه ولا تروحون برجلين. سائقنا بلا زحمه في السؤال. ايه تدلل جواب. هاي سيارتك المحروسه العزيزه ايش قد تطلع باليوم؟ مو سوى حسب الرزق. اني ما صعد الكروه اذا ما استنقاها مستنقاه وادور وين تجيبها مليان. يعني تقدر تقول من الصبح للمغرب اصفي لي 70-80. زين والله احنا سيارتنا 11 راكب ويوميا بالقوه نصعد لنا نفر واحد ويطلع شنو نصاب و56 اصلي ابو الت. حسبالي يتعلم صنعه وهاي تالية عشان مصيبة
يابا لازم نعرف مصير الفيتر. الو هايوم. اي وصلنا. منو؟ ابويا وياي. اي اعطيني امك خلحت وياها. من عمد عين زهرة وابوها. اي يا بعد بيتي. والله انا خايف. خايفة على الولد من هاي المصيبة، ما ادري منين اجتنا. شني؟ منين خايفة؟ غير من اهل هذا الفيتر شي. اي يا ابو حمد انا خايفة اظنه مات الزلمة. اي والله. دبرني ما ادري شو اسوي والله، بس انا عود اقول ما ادري. امتلوها. اخابر اهلي، اخابر اخوتي ولد هويدر. اهو هم رجعنا على هويدر. يمه لا تجيبين طار هويدر قدامي، ترى ما اتحمل. اسكت ولك، اسكت يا مدهور، قاعد احكي ويا ابوك احترم. الو اي عدالي رحت. هذا الدور بالدقائق، هذا سوى العمله ما يخليني يحكي وياك. شلون؟ اي قل لي لا تجيبين طار ولد هويدر. شكرا عمي. رحم الله والديك. شنو شكرا؟ وقف تعال تعال. هاي شلون راح نحلها؟ عندك فلوس؟ ما شايل ولا درهم. يابا حضرتكم شقاوه؟ ليش عمي؟ وعمل عماك، وين الكروه؟ عمي مو قلنا لك القصه، ترى ما عندنا. ولكم انا بحياتي ما حد مقشمرني، انت تقشمروني، وين الكروه؟ تطلب عمي اعطيني العنوان مالك وتليفونك واحنا نجيب لك اياها. شنو عنوان؟ شنو تطلب؟ اليوم بموتكم تموت. انا تقشمروني؟ انا بسيطه. لك رمضان بسيطه راح ننكتل. افلت. وقف تعال. وقف وقف. بعد شو اسوي له؟ وين ما اوديه يسوي له دقه. يابا هذا حمود مو ما شغل، ترى بعده ما ناضج. اي هسه قابل عيشتنا عليه. وشلون راح يعيش؟ احنا دايمين له؟ ولدي انا ردت كل واحد من عندكم يمشي على سكه. يابا فرضا صاحب الفيتر مات، يعني شو نسوي؟ لازم نحضر نفسنا لهيج موقف. والله يا ابني ما ادري شو نسوي، افوض امري لله. سياده الضابط اريد حقي. وهم هم عندهم حق عليك. ايش عندهم سياده الضابط؟ اعرفهم يعرفوني. وهسه هم اذا رفعوا دعوه عليك هم يحقوك. ليش استاذ؟ انت اعتديت عليهم وحسب القانون انت معتدي. سياده الضابط ما اعطوني كروه، هذا شلون قانون يحمي هيك كلاوتشيه؟ ما انطوك كروه تجي تشتكي، لحد احنا شكو فاتحين مراكز شرطه يابا. يلا سياده الضابط اخذوا لي حقي. هم هم عندهم مشكله، ناصب عليهم واحد ومنطيهم فلوس مزوره، وانت معتدى عليهم، لازم نحلها بالتفاهم. شو اسوي؟ امر لله. يابا انا اسف واعتذر، انا المعتدي. يلا اخذوا سيارتكم وروحوا. اشكرك عمي، اودعناكم. شكرا سيادة الضابط، شكرا. اخ لو بس اعرف حظه وين مدفون كان ارتاح. يلا يا معود مو زين طلعت السيارة سلامات، كان ايش قلنا لخالي؟ كان صار موتنا رفس. رمضان الله يخليك، دخلنا ناخذ منك كم نفر؟ على الاقل طلعنا فلوس مال اللفاز مال الفلافل وموتت من الجوع. صدقني هسه ماشي نفر واحد لو يبوسون ايدي. ليش يا رمضان؟ مو ذول النفرات قاعد ياشرون، ليش بشيلهم؟ الا اشيل هذا بقات من الصباحيات يفيك علينا. انا عندي سيارات بالجراج ماخذني بخمس شدات واخذ الحلويات والطفار. ما اوقف، قلت لك ما اوقف. رمضان الله يخليك، بدي اروح لك. ما
وانا اخوك واحبك، بس خلي نملكهم فلس من ذول النفرات. فدول عمرك، اعطيني بوته. فدول كافي تتوسل، كافي. يلا صح ذول الاثنين على قد لفتين فلافل. علاوة علاوة. ايدكم على الحبش كلاوت، عيني كل واحد الف. هلا 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 بالنظيف. وين ضامه بالكلى؟ والله ايش يشربون؟ تسلم حبيبي. شكر رمضان. البنزين خلص. جيب. ناس ما تستحي، اكو واحد يطلع بالشارع وما مخلي بسيارته بنزين. عمي ناس ما تستحي. يلا يا ابي يلا يلا قوم. يلا على اساس يلا اسكت. امشي، هو اليوم كله عطلات بعطلات. عطلات. ذاك ابو ربطه اخذ من عندنا حلويات ومخضر. دفعنا الفلوس. لك هسه شلون؟ بنزين ماكو وفلوس ماكو. وين مولي ولك يا المسخن؟ ما تقول لي وين مولي؟ يوم الا اهجم بيت، هسه يا ابوي وش غلطني؟ كلكم تصيرون ضدي. محمود يا معود استر علينا، امك مريضه. هسه يجي عمي ونفتهم كل شيء. يجوز اللي في ترشي مات. شلون تريد تطلع والدنيا مقلوبه؟ شوف اقول لك، الا اطلع برا، الا اطلع برا. جوي يا ابوي، جوي جوي يما جوي، انا جوي. يا دقه الدقه، ولك من يوم شفتك لليوم وانا ما شفت راحه. منو؟ عندكم زباله؟ لا عني ما عندنا زباله. يما قلبي، ما ادري شلون هبطات. هذا مو زبال، اكيد من جماعه الفيدرجي. هم مغلق، بس لا صار عليهم شيء. شلون مصيبة يا رب، منا مشكلة أمي ومنا هذا اللي دا يجيب لها حكي. أكيد أكو واحد ضوج مني بالكلية، لو واحد ضوج من طارق. هسه شلون نعرف مصير صاحب الفيتر؟ ميت عدل؟ إذا ميت حتى نعرف، إذا عدل حتى نروح نتفاهم وياهم على صيغة بلكت نرتاح. وإذا أنا أقول أن هالبث الله، ولأنه طالع مكسورة إيده رجله ونايم بالمستشفى وما بيشي. يوم شلون ما بيشي؟ يقول لك السيارة كلها واقعة على راسه، شو مخليه بيه بعد؟ ياب هو الفيتر مو صديقك؟ ما عندك تليفونه؟ هي عندي الكارت مالته، هو انطانيه. طارق جيب الكارت من جيب السترنطيل حمد. اي يما فد واخذي لك يا بعد امك واهلها. خابر سوي لنا حال حتى نخلص من هذا الخوف اللي قاعد ياكل بينا. هذا مغلق. مغلق؟ الله يستر. شلون؟ جاسم فد واخذي لك، باصرني وحاشيني هذا الزلمة عليش تليفونه مغلق. ايش بدريني يا زهرة؟ يبي تشوفوني انا قاعد يمج. بس لا قارط الحبل. يو والله يا ربي، هم مغلق بس لا صايره الشغله بيها مراكز شرطه. سترك يا ربي، بس لو اقدر انام. يمه
هاي شكو؟ ما اعرف. حمود هايش عندك نايم جوا الشربايه؟ يمكن صجوا علينا. اقول لك طارق لا تفتح الباب. وشبان شنو هذا الصوت؟ ما ادري شلون يا جاسم جانا صوت برنا وانسحب سرقيها. صوت برنا يا ابي شنو هذا الصوت؟ بابا سمعت شي؟ يوم حص طلقه مالت برنو عزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن طلقه كسرت الجامع. يوم وفد وطارق اخيك وينه لا يروح يسمع ويخترع. حمود طاب جوا الشرباي. هاي اذا طلقه عشيره الفيتر دقونه. يوم تعزينا وتصخمنا. شلون يوم ديروا بالكم. حمود خبرني لك شوف يا هاي بزونة كاسرة الكلاس. حمود لك هاي شبيك؟ هاي شو تسوي؟ غير خايف. أقول طارق سبتوهم؟ لك من هم؟ أهل بيتر اللي مات. لك يا بيتر المات تقوم قوم قوم نام عدل على الشرباية. غير طلعت بزونة قمزت وكسرت السراحية. لك عندي غير زوج. تقوم قوم قوم عدل نوتك نام على الشرباية. عباري هزوه البيتر وكان يصير بالطلقات. يا فرد نام هو شنو خلنا بس. انزل ابني طارق فوت بالفرع مال محل صاحب الفلترجي شوف شكو ماكو. لا تخلي احد يشوفك. انتبه زين ابني وارجع لي بالعجل. زين بابا بس انتوا اوقفوا لا تروحوا. طبعا ابني دير بالك كل زين. اخاف واحد من قرايبه اخوته. انتبه وارجع بالعجل يا ابني. شلون ورطة؟ ما أدري شو أسوي له لهذا الولد. يا بتجوز منه عوفه بالبيت لا يوميا مسوين طلابه. غير أمك تلح على ليش قاعد بالبيت يم النسوان. خلي شوية يصير رجال مو يصير نعجة وتايهة. وهاي النتيجة. أنت عايف شغلك وأنا ساد محلي وطارق عايف الكلية. الله يجيب العواقب سليمة ونطلع من هاي الوحلة. هيات اجل. يا ساتر ايش بيه طارق يركض بسرعه. يابا اطلع بسرعه. يابا احكي ايش شفت؟ المحل معزل ومخلي قطع سوده كاتبين انه وعد الله حق. هذا الخفت منه. اطلع يابا اطلع يبين صاحب الفيتر مات. رحم الله العافية. عمه شلون مصيبة يمه؟ شلون مصيبة هاي؟ يعني هذا الفيتر إذا مات مصيبة وطيح على روسنا وروس الخلفونة ويا هويلر الحق لي. يوم لا كل ساعة مخوفتني نسكت شوية. ولك شو اسكت؟ حمود تقول لي اسكت؟ خايب ابوك واخوتك راحوا للمصيبه برجليك وتقول لي سكتي من اهم وداك؟ سخونه
سخنة تكون إن شاء الله. روح ابني ودير بالك زين، وما دام صاحب الفيتر مات الله يستر، يعني ما راح يجوزون من عندنا، والافضل تاخذ اجازه من الكليه كم يوم. اي يا بالحذر واجب، انا هم راح اعزل المحل كم يوم. اي بس انا ما اقدر اخذ اجازه، انا عندي بحوث مهمه ولازم اقدمها للاستاذ المشرف. بابا الوضع متوتر، انت مو تروح من ايدنا على مود البحوثات مالتك. اي يا بابا، هم اهل الفيتر من يعرفوني. ابني ما دام صار بيها قتل وموت راح يعرفوننا الرابع ظهر. طارق الحذر واجب، أخذ إجازة. لازم الشغلة كبيرة وغلق تليفوني. بس لا صاير شي يا رب. بس اسمعك هذا الشعار قبل لا انساه، طبعا هذه الاشعار كلها عباره عن حكم وامثال انا استنبطتها من الحياه قبل 180 سنه. اسمعي اسمعي، يا مسعد وبيتك على الشط، طبعا بالشط اكو باط وبشوش وحتى بزازين، ومنين ما ملتي غرفتي. ها ابو الفرح اخر الاخبار. عزيزي ابو سوس لازم عاجبك تضحك هالايام. ليش قبل يضحكون احسن مني؟ شنو رايك شو صار؟ ها؟ ايه تمام. تمام، ما دام انتو هيج لعد اسمعوا هذا بيت الشعر. بعين الحسود العود وبقلبه سله، خل قلبك ابيض دوم والحسد ذله. كثيرة طحين تمن سكر. الله يخفرك عيلي طيحت قلبي، الله لا يطلع عدو. هسه جايتك تانيني.